من القدس المحتلة دانا أبو شمسية دانا، وكأن بنيامين نتنياهو هو الذي يسعى لإبرام الصفقة، لكن ويا لسوء الحظ العنصرين اليمينيين بتسلئيل سموتريتش وإتمار بن غفير هما اللذان يفسدان هذا الجهد. نتنياهو تقريبا لم يترك فرصة واحدة لإفساد سلسلة الصفقات المتتالية إلا وفعلها. بالفعل أحمد، ولربما ينظر إلى الأمر إسرائيليا بأن يأخذ بنيامين نتنياهو من سموتريتش وإتمار بن غفير فزاعة يضع عليها كل هذه المشاكل التي تقوض الوصول إلى صفقة تفضي إلى الإفراج عن المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية لأسباب شخصية ولأسباب سياسية، وإلا كان وضغط على سموتريتش وإتمار بن غفير لتمرير هذه الصفقة كما حدث في الصفقة الأولى في هذه الحرب، وكان هنالك تهديدات كبيرة من سموتريتش وإتمار بن غفير، ولكنها لم تحل دون الوصول إلى إتمام هذه الصفقة. لربما ينظر اليوم أن بنيامين نتنياهو ذاته وشخصيا هو لا يريد إتمام هذه الصفقة، لذلك وكأن سموتريتش وإتمار بن غفير يقدمان إليه طوق النجاة للحد أو للحيلولة دون الوصول إلى اتفاق. سموتريتش ليست التصريحات الأولى لديه حول هذا الموضوع، أمس تحدث في هذا الموضوع، اليوم كان له تصريحات في هذا الموضوع يقول بأنه سينسحب وسيحل هذه الحكومة الإسرائيلية إذا ما ذهب نتنياهو إلى إبرام هذه الصفقة، لأن هذه الصفقة تعد انتصار لحركة حماس وهزيمة مدوية للجيش الإسرائيلي. ولكن السؤال إسرائيليا أحمد، هل لدى سموتريتش بيت سياسي آخر غير الائتلاف الحكومي الذي ينضم إليه، أو هل له ثقل سياسي يمكنه من تشكيل ائتلاف حكومي جديد، أو حتى بأن مقاعده قد تؤهل ائتلاف حكومي آخر لتأمين شبكة أمان لأي من المسؤولين الإسرائيليين غير بنيامين نتنياهو؟ الإجابة قطعا لا. سموتريتش وإتمار بن غفير يحاولان التهديد في حل هذه الحكومة الإسرائيلية، ولكنهما يعيان بأن الغالبية العظمى وخاصة أقصد في الائتلاف الحكومي تذهب لبنيامين نتنياهو، سواء من الشارع الإسرائيلي في استطلاعات الرأي نتنياهو يتفوق على سموتريتش وعلى إتمار بن غفير، وحتى أن زعيم المعارضة لبيد كان قد قدم له حلولا للخروج من هذه المعضلة إذا ما ذهب سموتريتش لحل هذه الحكومة هو وإتمار بن غفير، بأن يقدم له شبكة أمان تحميه في الحفاظ على هذا الائتلاف الحكومي. ولكن سموتريتش يقول في تصريحاته بأنه يتخوف من أن هذه الصفقة تكون مشابهة للصفقة عام 2011، والحديث بأن هذه تلك الصفقة كان قد أفرج من خلالها عن يحيى السنوار، ويقول بأنه إذا ما تمت هذه الصفقة اليوم لربما نفرج عن يحيى سنوار آخر يهاجمنا ويكرر مشهد ما حدث في 7 أكتوبر، كما أنه انتقد صفقات التبادل التي تمت في ثمانيات العام الماضي أو القرن الماضي عفوا، ويقول بأن كل صفقة هي خسارة لإسرائيل، لذلك لا يفضل إتمام هذه الصفقة، بل يقول أن مزيد من الضغط العسكري يولد انفراجات سياسية، وليس الحديث عن تنازلات وضمانات قد تؤهل حماس من إعادة قدراتها العسكرية. لربما بسبب هذه التلميحات أحمد هنالك تراجع في نية إسرائيل في المضي قدما في هذه الصفقة، وهذا ما نقلته هيئة البث الرسمية أمس. كان من المتوقع أن يذهب وفد إلى الدوحة لإتمام هذه المباحثات، ولكنه لم يذهب، وحتى أن القناة 12 الإسرائيلية تقول حتى خلال هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع القادم لن يكون هنالك وفد إسرائيلي يتوجه إلى الدوحة بسبب بعض العراقيل أو المعوقات أو المواضيع العالقة، ليس فقط بين إسرائيل والوساطات المصرية والقطرية وبين حركة حماس وفصائل المقاومة، بل داخل إسرائيل أي بين الوفد المفوض وبين بنيامين نتنياهو. أمس هيئة البث الرسمية تحدثت أن بنيامين نتنياهو ما زال يصر على أنه لن ينسحب من محور فيلادلفيا وبأنه لن يكون هنالك انسحاب كامل لقوات جيش الاحتلال، ويصر بأنه يجب أن يجد حل لمنع عودة ما أسماهم بالمسلحين من الجنوب إلى الشمال. هذا ما انتقده الوفد المفاوض والجيش الإسرائيلي الذين قالوا بأنه لا يوجد أي معوقات أمنية حاليا لإتمام هذه الصفقة، وبأن حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية وحتى ضغوطات الوسطات قد تتراجع إذا ما تعنت وتزمت بنيامين نتنياهو في هذه الآراء، أي أن إسرائيليا لا يوافقون بنيامين نتنياهو على هذه الشروط الجديدة التي أضافها بعد الوصول إلى إطار
تفاهم جديد أو حتى الموافقة على الخطوط العريضة والمبادئ العريضة لهذه الصفقة. نتنياهو عادهم إلى المربع الأول، ولربما هذا ما سيكون الدافع وراء انعقاد اليوم جلسة للاستماع إلى الوفد المفاوض وللمشاورات أمنية لبحث تداعيات هذه النقاط وهذه الشروط التي يضعها بنيامين نتنياهو وعرقلة الوصول إلى صفقة تبادل. كذلك الحال لربما هذه الجلسة وهذا الاستماع سيتحدث عن التوقيت الذي سيذهب فيه الوفد إلى الدوحة وإلى القاهرة لاستكمال هذه المباحثات، وكذلك الصلاحيات الممنوحة للوفد المفاوض. دانا، بمناسبة تأثير الضغط العسكري أو القول إسرائيليا بأن الضغط العسكري من شأنه أن يؤتي ثمره حتى وهو لم يفعل ذلك على مدار 9 أشهر ونيف تقريبا، الضغط العسكري هذا كان شاهد من بين شواهده ما جرى الإعلان عنه للمرة الأولى من جانب قوات الاحتلال بأن هناك نقصا حقيقيا في الدبابات وفي ناقلات الجند وتحديدا في دبابات الميركافا، وحتى المدربين هناك مشكلة في الاستعانة بهم. هل نظر إلى هذا الأمر إسرائيليا على أنه جزء من التكاليف المنطقية التي ستدفع من هذا خطر جسيم للغاية لم يكن متوقعا من ذي قبل؟ هذا ثمن من أثمان الحرب الذي عادة ما تحدث عنها رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال وحتى بنيامين نتنياهو. للمرة الأولى أحمد يخرج الجيش الإسرائيلي ويعترف ويقر بأن هنالك إعطاب أعداد كبيرة ونقص في سلاح الدبابات أي المدرعات الإسرائيلية سواء من ناحية العدد، ولربما هذا يتماهى مع بيانات فصائل المقاومة الفلسطينية ومقاطع الفيديو التي تقول فصائل المقاومة الفلسطينية بأنها دمرت ما يزيد كليا على 1000 آلية ودبابة إسرائيلية، وكل مرة كان جيش الاحتلال ينفي ذلك. أمس للمرة الأولى يخرج جيش الاحتلال الإسرائيلي ويقول بأنه بالفعل هنالك نقص في الدبابات الإسرائيلية، هنالك نقص في الذخائر التي تستخدم للدبابات الإسرائيلية، وهنالك نقص في الكوادر البشرية التي تقود هذه الدبابات والتي تدرب على هذا السلك تحديدا. لماذا هذا الإعلان جاء؟ بسبب مطالبة مجندات من المحكمة العليا الإسرائيلية ضرورة إدماجهم في سلك الدبابات والعمل في هذا السلك وفي هذا النطاق تحديدا. فرد جيش الاحتلال الإسرائيلي وقال رد على هذه الدعوة التي تقدمت فيها المجندات بأن السبب من وراء عدم انخراط المجندات في الدبابات الإسرائيلية ليس بسبب نظرة جندرية كما يقولون أو بسبب عمليات التحرش والاعتداءات الجنسية التي تتم في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإنما بسبب نقص الكوادر البشرية التي قد تدرب المجندات الجدد على هذه العملية بسبب ارتفاع أعداد القتلى والإصابات الجسدية والنفسية والعقلية في صفوف جنود الاحتلال تحديدا مما يعملون على الدبابات الإسرائيلية، وبسبب نقص وإعطاب عدد كبير من هذه الدبابات ونقص الذخائر أيضا. دانا أبو شمسية مراسلتنا على الهواء مباشرة من القدس المحتلة، أشكرك شكرا جزيلا.